أروح مع حضراتكم دلوقتي إلى خبر كمان في حلقتنا، وهو موعد شروط التقدم لشقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18. صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أعلن عن فتح باب التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18، وده اعتباراً من شهر يناير الجاري، وده طبعاً بعد تسليم عدد كبير جداً من الوحدات السكنية في الإعلانات السابقة. الصندوق أكد أن التقديم الإلكتروني هيكون عن طريق موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. إذا ما كانش التقديم إلكتروني يبقى يكون عن طريق مكاتب البريد المصري. الأسعار بقى هتتراوح ما بين 184,000 و400,000 جنيه حسب طبعاً مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي. الصندوق كمان أكد أن في شروط لابد من توافرها في المتقدم لحجز الوحدات السكنية في الإعلان 18. إيه هي الشروط؟ أولها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وتانيها أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة، ولازم كمان أن المتقدم ما يكونش حصل قبل كده على شقة في إطار الإعلانات السابقة من الإسكان الاجتماعي. كمان لابد أن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي يكون في محافظة الإقامة أو العمل بتاعة المتقدم. بالتوفيق إن شاء الله.